نحن رح نكمل مع المشتركين لنسمع ثالث أغنية من عبد المجيد إبراهيم، أغنية مين يقول إني لغيرك للفنان راشد الماجد. عبد المجيد إبراهيم من السعودية. عبد المجيد، لهلا صرنا شايفين مرتين اخضر من اللجنه، ان شاء الله نشوف ثالث مره. تفضلوا. اربعه اخضر للمره الثالثه لعبد المجيد. استاذ الياس، بحب اقول كثير عم تغني تقلك، كنت عم تغني بنظافه بهالسرعه، وانا يعني هالاغنيه ما بعرفها بس انا انبسطت فيها، وكنت مش سألين عن حدا بصراحة، مش سألين كأنك، وهيدا الشعور لازم يكون هيك انك انت وحدك، وأديت الأغنية بشكل كتير حلو وبهنيك من قلبي. أيوه، هذا بحب يعطي رأيه وغيره ولا أنا؟ طيب تفضل. انت اليوم
بالذات مثل اللي بيكون خسران بالفوتبول كل الماتش وبيحط جول بالوقت الضايع، عرفت كيف؟ انه هلا لازم تحط جول، حطيت جول انت اليوم، انت كنت متجلي، ما بعرف شو السبب، انه كنت كثير رائع، برافو عليك، يعطيك العافيه، موفق، يعطيك العافيه. طيب السبب هو معين شريف علي. عبد المجيد انت فعلا متألق وجميل جدا، عايزة اقول لك الاغنية دي حلوة وماشية معاك وانت اديتها حلو وكل شيء جميل، بس مش هي دي اللي اشبعتني من صوت عبد المجيد، ومش طالبة منك اكتر من كده لاني فعلا سمعت صوتك في حاجات كتيرة وعارفة كل حاجة في صوتك، بس ما قصرتش في اي حاجة، انت ربنا معاك والجمهور هو اللي يصوت لك بقى. عبد المجيد انا عطيتك اخضر لسبب رئيسي بالنسبة لي، هو انه هذه الاغنية جملة صغيرة، فلما انت اخترت هاي الاغنية قريتها قلت انت يعني شنو راح تسوي في الاغنيه هذه، لان جملتها جدا صغيره، هي ضاربه اكيد ناجحه، فانت حاولت تبدع فيها، تضيف عليها، تضيف على غير الفنان راشد الماجد شنو قال، قلت اشياء من عندك، لهذا السبب اعطيتك اخضر، فانت اللي يقدر يسوي من جمله صغيره كل هذه الامور فهو انسان مبدع. موفق حبيبي. موفق يا عبد المجيد.